يا هلا، يا حياك الله. خير، حياك الله. شلونكم كلكم؟ ان شاء الله طيبين. طيبين الحمد لله. علي الزيد مبروك. الله يبارك في حياتك. الله يسلمك. ويستاهل خالد الغانم الفوز. يستاهل ابو محمد. يستاهلون يا الكويتيين. تسلمين ما قصرت. مبروك عليك راشد بنيح الثلاثة. الله يبارك فيك. مبارك عليك. ها الحكم اليوم، الحكم مو كويتي، الحكم اليوم اثيوبي مو كويتي. يعني احنا نلعب الحكام سالم؟ لعبة العربي مشاك احمد العلي. لا حرام عليك. لعبة العربي مشاك احمد العلي مشاك. زين ام سالم، سالم عشان تكملين. احنا الحين صار لنا 20 سنة. ما أيوة ما بيستعلن. بس لحظه لحظه والله بقول لك شيء. الدوري والكاس العام. كل واحد كل واحد عشان ما تروح السالفه، عشان ما تروح ام سالم. بس دي لحظه 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 اسمعني اسمعني. الحين احنا صار لنا 20 سنه نغلبكم. السنه الجايه اذا 21 سنه ترى يحق لكم تصويت بمجلس الامه. عدل؟ شوف 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 خليني اقول لك كلمه. الكويت اليوم فازوا عدل؟ عدل. وانت ليش فرحانه؟ انا بقول لك، انا بقول لك ايه ان شاء الله يعطينا الحياه وياك، ان العربي راح ياخذون الدوري. استاهل اذا خذاها خذاها بذراعه. العربي انا اقول لك العربي ايه؟ راح ياخذون الدوري اذا فزنا على الكويت. طيب تبغى تضيفين شيء يا ام سالم؟ سمعت شلون؟ وبعدين وبعدين طبعا احنا بالنسبه للعبه اللي صارت بين لاعبين القادسيه والكويت، اعتقد ان لاعب القادسيه هو اللي بدا. ايه احنا ما قلنا، احنا ما قلنا ترى لاعب القادسيه مو مخطئ ولا ما يستحق انذار. الاثنين قاعد نقول اثنينهم يستحقون كرت اصفر، لاعب القادسيه ولاعب الكويت. مو مشكلتنا. ايه احنا مو، احنا مشكلتنا مو من اللي بدا، احنا مشكلتنا ان الحكم ليش ما اعطى الاثنين كرت اصفر، هذه مشكلتنا. بس أبكلم علي الزيد دقيقه. تفضلي تفضلي علي الزيد. تفضلي. ترى انا احب الكويت واحترمكم وهم احترم نادي القادسيه كلكم يعني. الله يسلمك. بس انا عرباويه متعصبه، عرف شلون؟ يعني من يوم عمري 7 سنين اول لعبه حضرتها شفتها بحياتي لعبه القادسيه والعربي يغلبونا بكاس الامير 2-1. اي سنه هذه؟ هذا سنه 66. والله ما شاء الله عليك. الله يعطيك الصحه والعافيه. اي شهر اي شهر؟ نايف الجابر. انا مواليد 66. الله يرحمه الله يرحمه. نايف الجابر وعبد الله العوضي جاب جول الفوز حق القادسيه. عبد الله العوضي. عبد الله ما ادري عاد حي ولا عبد الله العوضي. الله يرحمه. اي عبد الله العوضي هو اللي جاب الجول. طيب بعدين انا اقول لك، انت انا اقول لك اليوم فزتوا على القادسيه ليش؟ انا اقول لك يعني لعبتوا. ايه والقادسيه بينوا شنو لعبهم. ايه والعربي لو فاز عليك اللعبه الجايه اقول لك سلم على الدوري. انت فوزي على غير الكويت، بعدين فوزي على الكويت يا ام سار. احنا نفوز افا عليك، عرباويين احنا. يلا خلينا نشوف. شاف فزت على القادسيه يعني. ام سالم وين حضرت المباراه؟ وين؟ 66 الكويت. احنا ودنا وين؟ احنا ودنا نفوز على الكويت. لا لا يقول لك مباراة النهائي. وين وين كانت؟ اي ملعب؟ 66 وين حضرتيها؟ باي ملعب؟ هذا انا عمري 7 سنين حضرتها بالتلفزيون. بالتلفزيون مو بالملعب. اوكي ملعب شويخه. شو 66 في تلفزيون؟ شويخه ما في تلفزيون. اي 66 ابيض واسود. شنو قالوا بال 71 يا الكويت؟ لا 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 66 ابيض واسود. 73 كنا ملون اكيد في تلفزيون. ما اشترى. انا مواليد 66. اول مباراه، اول مباراه في تلفزيون.